السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الذكاء الصناعي في جوجل درايف. لو جينا وقفنا في اي مكان بنلاقي القلم وعلامه بلس هيلب مي رايت. تمام، اكتب بقى انت عايز يكتب لك ايه وقول له كرييت. ففي ثواني يبدا يكتب لك الجمله انت كاتبها كانك رحت شات جي بي تي ورجعت. وبعد كده ممكن تقول له ريكرييت، يعني اعمل لي حاجه تانية. ممكن تقول له طب لخصها لي، طب كبرها لي، طب اعد الصياغه. لو عجبتك قول له انسرت، هيبدا ينزلها لك بالشكل ده. طيب نجرب تاني، هقول له بقى اكتب لي بقى المره دي خطاب شكر بعد ما عملت الانترفيو. فكتبه اهوت بالشكل دوت. وانت برضه تقدر تعمل ريكرييت او ريفاين انسرت، تبدا جواب الشكر يبقى موجود، فاصبح جزء اساسي من جوجل درايف الذكاء الصناعي.